يعدلوه. وحنا كشعب مغربي كنحيوه على هذا الفوز، ونتمنوا للمنتخب المغربي ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله يدي كاس امم افريقيا. وشكرا. لا، المنتخب الجزائري معروف بالمليون شهيد، جاي داخل باغي يربح المباراه وبقى مثبت بالبيت اللي ماركه في الاول، وهذه هي النتيجه. النتيجه رجع دفاعيا المنتخب على كله، بقى مثبت بالنتيجه تدى المباراه ديالو ويستحق. الاخطاء، اولا المنتخب المغربي النص ديال اللعابه اصلا ما فيهمش الروح الوطنيه، اول حاجه تابعين الصهاير ما كاينش، وثاني حاجه كنحمل المسؤوليه للجميع، وكنحمل المسؤوليه للمدرب لونترينور اللي بدا الاختراقات، بدات من الديبار ديال المعسكر، خروج حمد الله، الاسباب، لعاب ما عندك ما دير به ما تجيبوش. انا كنجيب كل لاعب المغرب كيلعب غير بالسميه، هذا في فرنسا غير في البونتوش يجيب هذه البطوله، الله يجعل البركه، غادي يتقاتل، واحد شبعان فلوس ماشي بحال واحد مازال ما دار لقمه في فمه. فرحونا وكذا وهذو لعبوا مزيان ويستاهلوا، الله يسهل عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.